السيد الصحفي السعودي جمال مع تقريبا تزامن مع احتفال الصحفيين باليوم الدولي للإفلات من العقاب. نعم. ضد الصحفيين اللي كان يصادف من هذا الشهر يوم الثاني من هذا الشهر وهو يوم بالفعل يوم دولي، واتمنى ان يكون لنا نحن العرب يوم عربي. لان الجرائم التي نراها تحدث او نقراها او نسمع بها تحدث اكثر الصحفيين العرب اكثر من الاجانب.